تفضل أخي أحمد من القريات معنا على الخط، تفضل يا أحمد. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. تفضل. يا شيخ عندنا قطعة أرض، أنت عرفت؟ وعليها قرض. وجانا واحد وشراها منا، وهو كان يدري عليها تعويض. ولما شراها منا جاء التعويض، وقلنا ليش هذا؟ قال ما لكم شيء عندي. الأرض هذه عليها تعويض، لما شراها هو دار عليها تعويض. والله يا أخي هذه قضية فيها خصومة ونزاع بينكم وبينه، ترجعون إلى المحكمة الشرعية تنظر في قضيتكم. نعم.